مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله مساكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره هنا على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه وسن الثنايا وشعارات اصحاب السمو والشيوخ والسعاده. وعلى بركه الله ينطلق الشوط الخامس الخاص للبكار الثنايا من مسافتنا هي 8 كيلومترات. نسير مع هذه الاسماء ومع هذه الشعارات المنطلقة والباحثة عن الناموس. نبدأ مع البداية ومع أول المراكز، نبدأ هنا مع متاهة بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فران. المري يقدم لنا متاهة هنا على البداية وعلى أول الأسماء. ثاني المراكز وصلت هنا مشغلة غادمة بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فران. المري يقدم لنا مشغلة على ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز وصلت هجن الشحانية ايضا مع مشغلة على ثالث المراكز هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران. المري وفي رابع الاسماء وصلت هنا منثورة على رابع المراكز بشعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد. العطية يقدم لنا منثورة على ثالث رابع الاسماء. خامس المراكز وصلت هنا المنطلقة والمندفعة القادمة بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فران المري. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان للخمس المراكز المتقدمة. وعود مع البداية متاهة هنا على الانطلاق الأول وعلى التحدي. هنا متاهة بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا متاهة. وأيضا ثانيا هنا مشغلة بشعار هجن الشحانية ويحضر معها الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. يقدم لنا متاهة ومشغلة على أول المراكز وأيضا على ثاني المراكز. ثالث الأسماء وصلت هنا منثورة غادمة بشعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد. العطية يقدم لنا منثورة على ثالث المراكز. رابع الأسماء وصلت هنا مشغلة بشعار هجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري مع مشغلة على رابع المراكز. خامس المراكز القادمة هنا بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا القادمة على خامس المراكز. هكذا هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان. وعود هناك مع البداية متاهة بشعار هجن الشحانية يقدم لنا متاهة. هنا الشبل جابر بن سالم بن فاران المري مع متاهة على البداية وعلى أول الأسماء. ثاني المراكز مشغلة بشعار هجن الشحانية ويحضر أيضا الشبل جابر بن سالم بن فاران المري في عملية التضمير مع متاهة ومشغلة على بداية هذا الشوط والانطلاق الأول. ثالث الأسماء وصلت منثورة هنا بشعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد. العطية يقدم لنا منثورة على ثالث المراكز. رابع الأسماء مشغلة قادمة هنا مشغلة بشعار هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا مشغلة على رابع المراكز. خامس الأسماء القادمة بشعار هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا هنا القادمة. الشبل هنا يقدم القادمة على خامس المراكز. هكذا هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء. وهناك أرى أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة، أراها هناك قادمة من أجل الانتصار ومن أجل الفوز. أعود مع المقدمة متاهة على البداية. هنا متاهة بشعار هجن الشحانية الشبل جابر بن
سالم بن فران المري يقدم لنا متاهة على البداية على أول الأسماء. الله يا الشبل، متاهة ومشغلة هنا على أول المراكز وأيضا على ثاني الأسماء. هجن الشحنية، الشبل جابر بن سالم بن فران المري يقدم هذه الأسماء المنطلقة والمندفعة والأسماء البارزة. منتصف المسافة 4 كيلومترات تنغضي ويتبقى لنا مثلها. هجن الشحنية متاهة على البداية بشعار هجن الشحنية، الشعار الأدعم، الشعار العنابي. الله هنا الشبل جابر بن سالم بن فاران المري مع متاهة مع البداية. ثاني الأسماء قادمة مشغلة، مشغلة بشعار هجن الشحنية، الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. ثالث المراكز منثورة قادمة بشعار هجن الشحانية، المشاغب محمد بن خالد العطية هنا مع منثورة على ثالث المراكز. رابع الأسماء القادمة بشعار هجن الشحانية، الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. وفي رابع المراكز النويعس قادمة وأول نداء بشعار هجن الشحانية، الذهبي سالم بن فاران المري وأيضا قادمة هنا. هنا قادمة رمية بشعار هجن الشحانية والذهبي، سالم بن فاران المري يقدم لنا هنا رمية على خامس المراكز وخامس الانطلاق. وعود مع متاهة، متاهة هنا على البداية بشعار هجن الشحانية، والشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا متاهة على البداية على أول المراكز. لائحة 3 كيلومترات مشاهدين متابعينا الأعزاء في كل مكان عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث وتحديات ومنافسات هذا المساء. سن الثنايا وشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. الله يا متاهة، متاهة على البداية بشعار هجن الشحانية، الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا متاهة على البداية مشغلة. ثاني الأسماء هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري. ثالث المراكز وصلت منثورة، قادمة منثورة بشعار هجن الشحانية، المشاغب محمد بن خالد العطية يقدم لنا منثورة على ثالث الأسماء. رابع المراكز وصلت مشغلة، هجن الشحانية، الذهبي سالم بن فاران المري. وفي خامس المراكز وصلت القادمة هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري. بدأت الأسماء وبدأت الشعارات وبدأت السرعة. البداية متاهة، متاهة بشعار هجن الشحانية. الله يا الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا متاهة من بداية الانطلاق حتى هذه اللحظات. هجن الشحانية وهنا متاهة. الله يا هنا الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا هنا متاهة. ثاني الأسماء مشغلة بشعار هجن الشحانية، والشبل جابر بن سالم بن فاران المري. ثالث الأسماء منثورة، قادمة منثورة بشعار هجن الشحانية، وهنا المشاغب محمد بن خالد العطية. وفي رابع المراكز القادمة أيضا بشعار هجن الشحانية، الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. وفي خامس المراكز رامية هجن الشحانية، الذهبي سالم بن فاران المري. هكذا هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء. وعود مع متاهة، هجن الشحانية، الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا هنا متاهة. وهنا ثاني الأسماء مشغلة بشعار هجن الشحانية، بشعار هجن الشحانية قادمة هنا مشغلة، والشبل جابر بن سالم بن فاران المري. وفي ثالث المراكز الرامية بشعار هجن الشحانية،
أو رمية، رمية بشعار هجن الشحنية، الذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا رمية مع ثالث المراكز، رابع المراكز القادمة هجن الشحنية، شبل جابر بن سالم بن فاران المري، خامس المراكز منثورة منثورة بشعار هجن الشحنية والمشاغب محمد بن خالد العطية، ولكن أعود مع متاهة والكيلو متر الأخير الكيلو الخطير، ومتاهة تستفتح أبواب الكيلو متر الأخير والكيلو الخطير هجن الشحانية، وهنا شبل جابر بن سالم بن فاران المري، وهنا رمية رمية قادمة هجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري مع رمية، ثالث الأسماء منثورة منثورة هجن الشحانية، المشاغب محمد بن خالد العطية القادمة أيضا بشعار هجن الشحانية على رابع المراكز، وهناك أيضا الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، ولكن متاهة مع الأحزام الأخضر، متاهة متاهة بشعار هجن الشحانية، الله يا شبل جابر بن سالم بن فاران المري، وهنا رمية رمية بشعار هجن الشحانية، الذهبي سالم بن فاران المري، ثالث الأسماء منذورة بشعار هجن الشحانية، المشاغب محمد بن خالد العطية، ولكن متاهة متاهة، وأيضا هنا رمية، وأيضا قادمة منثورة، رمية 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 غيرت مع شعار هجن الشحانية، وهنا الذهبي سالم بن فاران المري، منثورة قادمة بشعار هجن الشحانية، المشاغب محمد بن خالد العطية، رمية 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 هنا مع البداية مع هجن الشحانية، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، وأيضا نهني الذهبي سالم بن فاران المري من يقدم لنا رمية ثاني الأسماء، وصلت هنا منثورة بشعار هجن الشحانية، وفي ثالث المراكز ثالث المراكز وصلت هنا على ثالث المراكز وصلت هنا متاهة بشعار هجن الشحانية، وفي رابع المراكز وصلت هنا القادمة بشعار هجن الشحانية، وفي خامس المراكز وصلت هنا النويعس بشعار هجن الشحانية. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تابعنا وياكم، هذا هو التحدي وها هي الإثارة على أرضية ميدان التحدي، تابعنا وياكم رمية بشعار هجن الشحانية، التوقيت زمني 12 دقيقة 33 ثانية وست أجزاء من الثانية، ونهني الذهبي سالم بن فاران المري من قدم لنا هنا رمية، ثالث ثاني الأسماء أتت هنا منثورة بشعار هجن الشحانية، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 34 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية، منثورة بشعار هجن الشحانية، ونهني المشاغب محمد بن خالد العطية من قدم لنا هنا منثورة، ثالث الأسماء آتت هنا متاهة، والتوقيت الزمني متاهة هنا بشعار هجن الشحانية، 12 دقيقة 39 ثانية وجزء واحد من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، ونهني الشبل جابر بن سالم.